Hello everyone, this is Chef Nell with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. مكسرات أي نوع أنتو بتفضلوها. أنا وضعت لوز وبندو. طبعا حمصتها ممكن نحمصها على الميكرويف من 5 إلى 8 دقائق. لازم تركبوها أو بالفرن أو بالطاسة. 400 جرام مكسرات وزبدة 200 جرام. زبدة سايحة. زبدة وليس منجرين المنجرين هو زيوت مهدرجة مضرة للصحة لكن الزبدة هي طبيعية من الحليب فدائما لما بنقول زبدة يعني زبدة في بكتبه بديل في عبوات مكتوب عليها بديل الزبدة هيك طحناهم كلهم مع بعض نسكبهم بالوعاء أو بالقالب لا تجيبوا شغلة اسمها بديل الزبدة هي كلمة واضحة الزبدة ما في عشان يسوقوا بكتبوا بديل الزبدة هي الزبدة تكون غالية شوية سكر. نوضع واحد لتر كريمة كريمة اللي هي موجودة كريمة طازجة موجودة بالثلاجات ويكون الدهون خمسة وثلاثين بالمية كاكاو خام ثلاثة معلقة طعام خمسين جرام مهم الكريمة تكون خالية من السكر، قليل من الملح، وتقليب باستمرار، قهوة سريعة الذوبان معلقة طعام، نفس القهوة اللي بنستخدمها للنسكافيه، خفيفة، والتقليب باستمرار. نوضع بديل السكر ستيفيا الكمية والنوع هو اختياري هو متوفر في صيدليات متوفر عند العطارين الكمية حسب نوعية البديل السكر شوفوا المناسب البديل المناسب متوفر بالأسواق هو متوفر كل الأسواق تقليب باستمرار زبدة خمسين جرام زبدة وليس منجرين المانجرين هي بديل للزبدة وهي ضارة للصحة هي عبارة عن زيوت مهدرجة فقط زبدة وليس بديل للزبدة قليل من الفانيلا بدون سكر تقليب باستمرار على حرارة متوسطة عند الغليان نوضع ثلاث معالق كبيرة جيلاتين بودرة خمسين جرام وجرتين البودرة في موجود منه ثلاث أنواع في موجود نباتي وموجود حيواني وموجود من الأسماك من الأسماك هو متوفر عند العطارين متوفر وهيك بنسكبها نتركها تبرد الثلاجة أقل شيء أربع ساعات بالثلاجة هيك بعد أربع ساعات بنقطعها وممكن إحنا نزينها بالكريمة وضع كريمة أو مكسرات كثير هي روعة انا حوضع مكسرات احنا ممكن نوضع ايضا كريمة حسب الزوق في امان الله بوصة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كثير لكم اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة